اليوم I call this سميته our last chance. نعم، وفي حدا بعت لي كذا حدا انه كثير زعلان وعن جد our last chance وللاسف كذا. قلت لهم يا جماعه على القليله there is a chance. فهذه شغله مهمه لازم العالم تعرف من لبنان انه نحن في عنا بعد chance، بس it is برايي الشخصي it is our last chance at least from my perspective. كشخص بحب لبنان وربى اولاده على لبنان والارزه بتمس كل واحد فينا والعلم اللبناني مش شعارات، بتحز بنفسي قول انه هيدي last chance. بس بدنا نكون واقعيين this is our last chance. ليه؟ اليوم مرحلة مفصلية، نعم الوضع سيء صعب. أول مرة بحضر لأنه كتير كان عبالي وصل المساج بطريقة كتير تكون واضحة. فمرحلة مفصلية نعم، والوضع صعب صعب كتير وسيء وفي ذل وفي بهدلة وفي شمشطة وجايينا بعد قصص أصعب. نعم جايينا كتير. Again عم برجع أقول إن أنا I'm going to be live on my YouTube channel الأساس on my Facebook بس للأشخاص اللي بحبوا Facebook، بس I'm also live on my YouTube channel هي محمد Space Barada، فهي ال source الأساسي ل all my stream in the future. Okay so الذل حيتكمل حيكبر حيزيد بس في شغلة واحدة، نحن الغرب والأجانب مش أحسن منا. اوكي لازم نعرف شغله واحده لازم نؤمن فيها، مش انه بدون تربيح جميله من حدا. يعني هيدي الشغله انا اليوم كثير كنت عم بحضر الصبح عم بقرا موتيفيشنال فيديو لاقدر دايم بهذا الوضع اللي بلش نهاري كل يوم بفيديو موتيفيشنال فيديو. بقول اول شغله لازم تؤمن بانه انت فيك تعمل هذا الشيء. سو اليوم انا اول شغله بدي اؤمن فيها انه انا اليوم من الغرب منه احسن مني. اوكي بس الكل اللي برا منه احسن مني وبيستاهلوا اكثر منا. ليه؟ شو ناقصنا نحن؟ نحن لبنانيين بنستاهل بلدنا يكون عنا بلد بيحترم الانسان. نحن لازم نكون مآمنين لما عم نثور وعم نعمل ثوره لازم نبلش من محل مآمنين انه نحن بلدنا بيسوى يكون بيحترم الإنسان شو ما كان طايفته ولونه وعرقه وكل وغني وفقير. بدنا نبلش من هالإيمان، بدنا نتآمن بحالنا إنه نحن بنستاهل. منه أحسن منا الغرب يا خي؟ الفرنساوية والأمريكان شو أحسن منا؟ ليه نحن لما نروح لهونيك منظمين أحسن منهم وأرتب منهم وأنظف منهم؟ هلو الياس وفؤاد، ف thanks for watching. بس عن جد هذا المساج اليوم بتأمل الكل يسمعه، حاول يكون بريف. أنا بأول 10 minutes وصل الفكرة للأشخاص اللي ما بتحب كتير تقعد تسمع وتحضر كتير تومن. سو نحن اليوم نستاهل وبدنا نآمن وبدنا نبلش ننطلق من ثورتنا إنه نحن بنستاهل بلد غصب عن راسهم كلهم. نستاهل بلد ومش كليشيات، نستاهل بلد ومصرياته كل هولي بنستاهله. بدنا نبلش من هون. ليش برايي انا اور لاست شانس؟ لا في شغله نحن لانه نحن عم نعمل ثوره، واذا فقدنا الامل هالمره بالثوره حتكون صعب علينا. هاي نسرين ثانك يو فور واتشينج. حاقول شغله واحده، نحن بلشنا بالثوره بطريقه كثير غلط، عم نلعب عم نواجههم بنقاط قوتهم. ليه عم نواجههم بنقاط قوتهم؟ نحن عم نواجههم بملعبهم بالشارع، عم نواجههم بالزعرنين، عم نواجههم بالسلاح بالسرقه. هيدا لغتهم، هيدا قوتهم. هن قوتهم الجماعه اليوم اللي حاكميننا قوتهم بالشارع بحرق دواليب وبالنار وبالسرقه وبالسلاح وبالمشاكل هن هي قوتهم. صاروا 30 سنه 40 سنه حاكميننا بيتزعرنوا علينا، بنجي نحن عم نعمل ثوره ونحاول نواجههم بالقوه تاعتنا. منطلقين غلط. وهيدا الغلط انه ما في زعامه، يعني ما في ناس، ما في برينز عم بتفكر للثوره. اعطوني حدا عم بيقعد يشتغل بمخه بالثوره. كيفك نسرين؟ ثانك يو فور واتشينج، وعلى امل ان شاء الله يكون المساج يوصل. فنحن بلشنا ثورتنا بمحل
انه عم نلعب بارضهم بقوتهم وعم نواجههم بقوتهم. يعني اليوم بارض بتنزل على الارض، هن اقوى منا بالارض. خيب شو هن خي ميليشيات اكثر، في جزء كبير منهم ميليشيات، ما فيك تواجههم بالارض بعشتك خيي 5 دقائق. خيي خلينا نكون واقعيين، هو العالم اللي عم تحكوا فيه 5 دقائق بيقشوكم كلكم. تونتيام كيفك، ثانكس فور واتشينج كمان للكل. لازم نواجههم بنقاط ضعفهم، خلينا نكون متفقين. هذا يعني بعتقد انا املنا الاخير انه نواجههم ونفكر بطريقه ذكيه، نواجههم بنقاط ضعفهم. شو هن نقاط ضعفهم جماعه؟ اذا بتقعدوا تفكروا فيها، مش عم بقول نحن اليوم عم نعمل ثوره وعم نعمل تحركات اللبنانيه. انا اليوم عم بسمع راديو ماشي بالطريق، كل العالم عم بتنق صار الدولار بقد ايه، وبتفوتي على الفيسبوك كله عم ينتقد وبحط لك بوستات ما عم بقدر اشتغل. يا جماعه اذا نقيتوا ما بتستفيدوا، الامل الوحيد تشتغلوا لتقطعوا هذه المرحله. كيف بدنا نشتغلها؟ مثل ما نحن مكفيين نوصل للخراب، يعني عم نواجههم بقوتهم. فنحن عم برجع بقول نحن حنواجههم بنقاط ضعفهم. شو هن نقاط ضعفهم؟ مش ما اطول على الكل. هلو هبه. نقاط ضعفهم يا جماعه، ثانكس فور واتشينج اجين هبه، بس معونا عن جد. واللي بي بي يعني بخالفني الراي بليز يقول لي، انا عم بحاول احكي بالميلتين. انا لايف على اليوتيوب شانل، انا بدي اول يوتيوب شانل فيها لبناني لنوصل فيها للكل، وبنفس الوقت اون فيسبوك. نقاط ضعفهم اليوم السلطه بكل بطريقه، يعني انا قعدت فكرت شوي نص ساعه. نقاط ضعفهم شو هن؟ اول شيء حقولهم بسرعه، برجع اسرد بسرعه، القانون والعدل والنظام. هيدي نقاط ضعف عندهم، يعني القانون والنظام والعدل هيدي عندهم نقطه ضعف، لانه هن خارقين القانون ومنن عادلين وخارقين النظام. سو هيدي نقطه ضعف يعني لازم نحطها على جنب. يا جماعه انتبهوا انه نحن اذا بدنا نواجههم عندنا بارت، بدنا نلعبها ذكيه، مش مثل ما عم نحكي، مش بدنا حرق دوليب، مش حتى قطع الطريق. انا ما قطع الطريق كنت، بس يا عمي هول هن قطعين طرق، ما بتواجههم بقطع طريق. هي نقاط قوتهم، رجع اقول نقاط قوتهم هن الزعرنه والحرق والدوليب والطريق والسلاح والسرقه، نقاط قوتهم. يا جماعه خلينا نواجههم، الامل الوحيد لاست شانس تبعنا نواجههم بنقاط ضعفهم. اسمعوا نقاط ضعفهم، واللي عنده غير راي يقول لي. القانون والعدل والنظام. تاني شيء التنظيم والبرنامج، ما عندهم تنظيم. جماعة ما عندهم برامج. يعني اليوم طلع نحن اليوم فايتين بمهوار وزير الاقتصاد، خي زلمة ايدا وكل شيء، ما عنده برنامج. خي وين البلان؟ اعطونا حدا كيف بدنا نطلع من هذه المحنة. يطلع حدا يقول للشعب اللبناني نحن حاطين بلان حتطلع فيها. خي الكهرباء اللبناني، الكهرباء بقلب دولة بقلب عاصمة مقطوعة ساعات، اللبنانية قاعدين بالبيت وساكتين وعم بيعبوا موتورات، ما بيطلع حدا بيقول لهم انه البلان تاعتنا وتاخرنا هيك وحتكون التنين التلاته حتصير الكهرباء. بيطلع واحد بيقول لهم ممكن نحن ما في بلاننج، ما في تنظيم، ما في التنظيم والترتيب والبرنامج هو نقاط ضعفهم. هي ثاني نقاط ضعف. ثالث وحده الاتحاد تبعنا، ونكون كلنا ايد وحده. سرقوا الكل، مزبوط. الاتحاد تبعنا كلنا ونكون ايد وحده بغض النظر عن الطوائف، هيدي نقطة ضعف. يعني اليوم بتشوفون لما يحسوا اللبنانيين نزلوا بكذا من كل الطوائف من كل الطبقات، هيدي نقطة ضعف عندهم. ما بيقدر، هن ما عندهم اياها، هن بيلعبوا على العصب الطائفي طبعا. سو اتحادنا والنقاط القوة بتاعت ضعفهم هن نكون موحدين من كل الطوائف. رابع شيء شعبيتهم وشرعيتهم هي نقطة ضعف، يعني هن بخافوا وشرعيتهم، اوكي؟ شعبيتهم وشرعيتهم هيدي نقطة ضعف عندهم، يعني هن بدهم يحافظوا كل عندهم شرعيتهم والشعبية تاعتهم. فهيدي نقطة ضعف إننا نشتغل عليها، إننا نقوي الشرعية تاعتهم، نسحب شرعيتهم، هيدي حتخلي مشكلة عندهم. سو نحن اليوم قانون العدل والنظام والتنظيم والبرنامج تبعهم، اتحادنا نكون إيد وحدة، شعبيتهم وشرعيتهم. الخامس شيء المال هيدي اكبر نقطه ضعف، وانه نحن نكون نبطل بحاجه لهم ماديا. يعني هيدي اليوم اذا نحن قدرنا وصلنا لمحل انه خلينا العالم كله بطل تكون بحاجه لهم ماديا، وهن بقسم كبير من اللي وصلونا اياه لنا اللي قالوا اليوم، لنكون بحاجه لهم ماديا. يعني عم نشحد
ليرجع يزتوا له للعالم 100 و200 دولار ويرجعوا يرجعوا زعامتهم وشرعيتهم على حساب هالمئات الدولارات والإعاشة اللي حتصير. سو هيدي اللي عم بيلعبوا لعبة المال مثل كل مرة. سو نقاط الضعف تاعيتهم هن الخمسة، ارجع اذكرهم بس وحارجع احكي عن كل واحدة كيف نستعملها لنواجههم فيها. ان القانون والعدل والنظام هن هو نقطة الضعف عندهم، وعندنا التطبيق النظام والبرنامج تنظيم، والبرنامج يكون عندنا تنظيم وبرنامج، مش مثل ما نحن عم نشتغل مثلهم. ثورة ما في عندها برنامج، ما في عندها تنظيم، ما في حدا بيفكر عنها، ما حدا بيشوف نقاط الضعف، نقاط القوة، بينزل على الأرض، بينزل على الأرض، بياكلوا قتل، بيفلوا، ما يعني اليوم في ثورة بكره ما في ثورة، بالليل بتشتغل ما بتشتغل. عم ننتقد، سوري أنا كنت من الأشخاص اللي بتنزل على الثورة، بس ما هيك بتعمل عمل ثورة، ما بتجي بتعمل بتصور هيك. نحن عم بدنا نغير بلد، عم نحكي تشانس، أمل وحيد أخير. فبنتحد اتحادنا ونكون إيد واحدة كلنا من كل الطوائف، هيدي نقطة ضعف. والشعبيه والشرعيه، الشعبيه والشرعيه، انتبهوا عليها، بدنا نشتغل على الشعبيه والشرعيه تاعيتهم. المال فكيف بدنا نواجههم بهالخمس نقاط؟ هلا هون السؤال، هذا الامل الوحيد اللي عم بقول عنه، انه نواجههم بهول الخمس نقاط اللي عم بحكي عنه. سو كثير مهمه، كيف؟ اول شيء بالعدل. اوكي؟ اذا اخذنا بالعدل يا جماعه، في معنا محاميين حتى هلا عم بيسمعونا. خلينا نشوف قانونا بالقانون. وين في ثغره بنقدر نرفع عليهم دعاوى شخصا فردا فردا بالمحافل الدوليه، بمحاكم اجنبيه، محاكم دوليه، بدنا نرفع عليهم دعوى. يا جماعه هن عم بذلونا، عم بيسرقوا مصريات الشعب، وعم بيسرقون، وعم بينهبونا، ما في من يتحاكموا. اذا ما في قضاء وقضاء بلبنان يحاكمهم، في حدا تاني لازم يكون في قضاء دولي، في قضاء دولي لازم يكون عم بيحاسبهم. فلازم نشكل مجموعات من خبراء قانونيين، محاميين، قضاة، يفكروا ويشكلوا ملف فساد لكل واحد منهم. لازم يندرس لكل شخص منهم ملف، كل واحد عنده ملف. وأنا من الأشخاص اللي اشتغلت بلبنان وبعرف كيف كانوا، كل واحد منهم بكون بيستلم وزارة عنده ملفات، فبينعمل ملفات، بينرفع دعوة. اليوم على الأمم المتحدة يا خي، نحن ببلد ما عم بيأمنوا لنا كهرباء، ما عم بأمنونا طبابة، ما عم بأمنونا مين، عم بتجوع العالم، كم واحد يوم انتحر. يا جماعة في قانون دولي، مش معقول. لازم حتى هالمختربين بدنا نشكل قوة ضغط، نستعمل نقطة ضعفهم، نقطة ضعفهم اليوم الرأي العالم الدولي، لازم نرفع دعوة عليهم لهني لهول السلطة. ما بدنا ينهار بلدنا، ما بدنا ينهار البنوك تعولنا لتروح مصرياتكم، بدنا ينهاروا هني ليفلوا لتستلم مجموعة من شباب، مجموعة من اختصاصيين بحبوا هيدا البلد، بدهم يعطوه من قلبهم، ما بدهم ياخذوا منه، ما بدهم يسرقوه. بدنا هيدا، نحن هذا الحل تبعنا. فأول شغلة بالقانون بدنا نرفع، نحن بدنا نعمل من هلأ، نجتمع تعملوا خي القانونيين، القضاة والمحاميين، حركون ملفاتهم، ارفعوا عليهم دعوة بالمحافل الدولية، بمحاكم دولية، بسويسرا، بفرنسا، بأمريكا، كل المغتربين. أنا بدأ كل المغتربين إن شاء الله، بليز، إذا أنتوا حبيتوا الفكرة اللي عم بقول عنها، عملوا شير، بس خلي العالم كلها تسمع اللي عم بحكيه، إنه خليهم يدعمونا بنقاط ضعفهم. بدنا نحاربهم بالقانون، بالعدل، بالنظام. هن خارقين القانون وخارقين العدل، يوم ترفع عليهم محكمة برا حتى لو ما قدرت طالتهم، معنويا قوية كتير. بدنا نحاربهم بنقاط ضعفهم. فبدنا نشكل مجموعات دراسة ملفات الفساد والتنسيق مع الإعلام. الإعلام كان في عندهم كثير، مثل الجديد في كثير عمل ريبورتاجات وفي ملفات وفي وراء، ورفع دعوة على كل شخص نقدر نشكل له ملف. نبلش خلينا نرفع دعوة، كل مجموعة بترفع دعوة على حدا منهم، خلي القضاء يتحرك، بنعطيهم ملفات، خلينا نحضر نشتغل على، برجع بقول نحن بنشتغل على نقاط ضعفهم. هذا الأمل الأخير، لاست شانس سميته. اذا بدنا نشتغل يا لبنانيه، بدكم تصعيدوا بلدكم ولا بدكم تقعدوا تقول بنزل على الطريق بحرق وبعض نق بقول انا البلد طلعت الدولار؟ بدنا نشتغل، بدنا نحاربهم بالقانون وعلى كل شخص. ولازم ندرس امكانيه رفع دعوه على الفاسدين كلهم بالمحافل، برجع اقول سويسرا وكل المحاكم الدوليه والقانونيه. وهذا الموضوع بدنا نعمل مواجهه شامله وكامله قانونيا على كل من تعاطى شأن العام وعليه شبهة، لازم يرفع عليه دعوة.
لازم كل واحد ينعمل يتشكل لجنة محاميين بلشوا بالصغار تطلع الكبار. انتوا لقطوا حدا ببلشوا يقروا على بعض. هذا الزلمه هذيك اليوم في شخص من اشخاص استقال اخذ بوزيشن كتير مهم، ما حدا ساله انت حبيبي عم بيحكي، كان عم بيحكي انه في ناس عم تشتغل ضد الدوله عم تعطي ارقام، ما حدا اجى ساله انه انت كيف عم تحكي هذا الحكي. فلازم نواجههم بالعدل قانون. اوكي، لازم نرجع ندرس كل الشركات تعولهم. اوكي، لازم نشوف كل شركاتهم ونشوف الوزارات اللي هن كمان حكي فيها ونشوف وين اخلوا بالنظام بالعدل بالقانون. كمان نحاربهم، فيك تحاربهم على اطار انه هن عندهم دبل بوكينج، بيتهربوا من الضرائب، بيتهربوا من دفع الكهرباء من البلديه، بيعملوا قوانين على حسابهم ليهربوا من هون لازم القانونيين اللي عندنا يا خي هلا مش قاعدين بلا شغل، في منهم يرفعوا دعاوى عليهم يا خي، كل اللبنانيه والمن برا كمان محاكم دوليه. فكتير هم موضوع قصة القانون والعدل. تاني شيء البرنامج، نحن عم نقول ما بدنا نواجههم بنقاط قوتهم ونقاط ضعفهم، ضعفهم ما عندهم لا برنامج ولا نظام ولا شيء. ليه ما بيكون نحن عنا اللبنانية اللي بدنا لبنان اللي يقول هو بلد يحترم المواطن، يحترم الشخص البني آدم، يحترمه مثل ما هو شو ما كان لونه. ليه ما بنعمل نظام ونحط برنامج عمل؟ نحن شو بدنا؟ مين اليوم إذا أجا حدا استلم شو بده يعمل؟ ونحن شو بدنا نكون بلد صناعي اقتصادي؟ بدنا نواجه الغرب ورا الشرق؟ نحن عايشين ما في برنامج، ما حدا عنده برنامج ليشتغل عليها، ما حدا بيقول لك كيف انا بدي اعمل بالاتصالات. يا خي اجى وزير اتصالات شو عمل؟ وزير اتصالات اليوم شو عمل؟ وزير التكنولوجيا ما اليوم بالاي تي اهم سيكتورز اول بكل العالم شو عم بيعمل؟ وزيره العدل شو عملت؟ يا جماعة بس حدا يقول لي قصدي كل وزير شو وين البلان تاعيته؟ وين البلان؟ ونجي نحاسبه على أساس البلان والنظام تاعيته. ما في حدا عم يعمل هذا الشيء. بدنا نحط بلان للثورة، الأشخاص اللي بده يعمل بديل، بده يعمل عكس اللي كان عم يعمل الغلط. يعني هوليك كانوا غلط ما بحطوا نظام، ما بحطوا بلان، وما في راس، وما في حدا داير الطريقة، ماشيين على الهواري ماشيين هيك، نجي نمشي مثلهم؟ لازم نحط بلان، لازم يكون في ناس يا خي عم تشتغل عم بتفكر. لازم يكون في قانونيين، لازم يكون في ناس بيفهموا بالمال، ناس بتفهم بالاقتصاد، ناس بتفهم بالتكنولوجيا، يجتمعوا يشكلوا يا خي شكلوا اول مجموعه ويبلشوا يطرحوا برنامج بتصير العالم تصطف معهم. بس ما فينا هيك رايحين ننزل على الشارع وكله بنعترض على كله وكله بنق على كله، والدولار يروح بصرف العالم بتنق انه كيف الدراسه العالم بتكون هي ما عم صمدت لها 200 300 دولار تروح بتصرفهم لترجع تربح لها 200 300 الف. مش هيك، هيك راح بلدنا، هيك راح البلد. نحن عم نحكي امل الوحيد تبعنا. سو بدنا نعمل، بدنا بالقصة النظام، بدنا نعمل نظام قوي. اليوم بقصة الاتحاد، اوكي، خلينا نحكي بالمال. المال هي اهم عنصر ضعف عندهم. اول شغلة اذا بدنا نوصل لمحل محترم يا جماعة لازم نعمل عصيان مدني. ممنوع يندفع ولا ليرة للدولة، وممنوع ولا مغترب يجي يصرف عند الدولة دولار ليرة. إذا بدكم عم نحكي نحن آخر أمل، بدكم ترجعوا تستعيدوا بلدكم لازم ينهار على روسهم لهول. ما لازم نحل أي مشكلة لألهم لأنه بيضلوا بيتكرسوا، وهلأ عم بحاولوا شكلوا حكومة تاني كأنه ما صار شيء. لا، بده ينهد فوق راسهم. فلازم اول شغله نعملها انه عصيان مدني. ما لازم، ما بعرف هلا اذا في عالم حتخاف من هذا الموضوع بتحضرنا، بس يا جماعه ما تدفعوا شيء للدوله، خليها اليوم الضغط الكبير لان هول المنطقه هول السلطه الفاسده كمان نشد عليهم ماديا. انا اليوم مستعد كنت اعمل شو ما كان لو في سلطه عم تعطيني عم تشتغل للبلد، كنت بسال اشتغل للدوله ببلاش، كنت مستعد اعمل كل شيء ممكن. بدفع ما عادش بصرف دولار، بروح ببيع كل بشوف لبناني لاول عملته مثل ما عملوا بتركيا. بس احنا ليه بدنا نعملها؟ لنروح هول السلطه يستمروا لنعطيهم امل يضلهم؟ لا، ما حنساعدهم. لازم نحط ضغط عليهم. فبالمال لازم نعمل عصيان مدني شامل، وما ندفع اي ضرائب اي ديو اماونت لاي دوله. ما اعرف اذا هذا الكلام انا حيتسبب بتوقيفي، بس لازم ينعمل
توقيف دفع كامل. احنا عم نحكي بدنا نواجههم بنقاط ضعفهم، المال هو نقاط ضعفهم، ولازم نعمل طروحات تشغل اللبنانيه بين بعض لما يعوزون لهول اللي زلون للعالم شال 100 دولار 200,000 300,000 والاعاشات والصناديق، لازم ما يعوزون. كل واحد جوعان يا جماعه لازم جاره يساعده، ما تخلوا مسؤول يعطيكم رز، حبه رز، لانه عم بيشتريها فيكم، عم بيشتريكم فيها، عم بيشتريكم بهالحبه الحمص اللي عم بيعطيكم اياها. بدكم تخلصوا من المال، وبدنا نساعد بعض، كل واحد بيقدر يساعد ليطلع من هيدا الزعيم اللي عم بذله كرمال العدس والرز اللي عم بيعطيه اياها. فالمال لازم ونقاطع كل شركاتهم، كلهم هن مسيطرين على كل البلد، من تشيبس، من عصير، من زبده، من زيت، كلهم هن هول بيعملوهم. بدنا نقاطعهم، ما بدنا نقطع المال عنهم، خلينا نصرفه على بعض، خلينا نشتري من الدكاكين. اذا في واحد عنده سوبر ماركت كبيرة لمنه خصم فيهم، ما تشتروا منهم، فيدوا الشعب اللبناني. الضرائب تنسحب من الراتب قبل ما ينزل البنك، وفيك توقفون معاش، تنزلوا وقفوا كل هول الرواتب، فيك توقف، فيك توقف، لا لازم توقف كل القروض. ما عم بحكي للبنوك، عم بحكي لكل شيء، للدولة، كل الضرائب، الكهرباء، المي، والضرائب على الدولة لازم توقفها لا تضغط على الدولة. ما عم بحكي القروض تاعت البنك، نحن ما بدنا ندمر البنك مشان مصيرة الشعب. انا ما عندي شيء، انا ضد قياس المصارف، بس انا عم بحكي كرمال ما يروح مصاري الشعب، ما هدفنا ندمر البنك. سو بالمال لازم يكون عصيان، عصيان مدني كامل، خي ضغط فرق، عمل بريشر، مش بالشارع، هن لغتهم لغة شارع، هن عصابات وبيفهموا بالسلاح وبالحرق وبالسرقة وبالحريق وبكل هولي، هن هيك بيعملوا. سو نحن ما بدنا نروح معهم نلعب، بدنا نلعب بنقاط ضعفهم، نقاط ضعفهم بالمال، ونوقف انه نحن نكون تابعين لهم بالمال. وندعي لكل اللبنانيين المغتربين كلهم كمان ما يتعاملوا مع شركاتهم، شركات اللي هن تابعه لهم ومعروفين، ما تشتغلوا معهم يا خي، خلينا نضغط عليهم، بدنا نعمل فرجيهم يا جماعه انه نحن مش مرحب فيكم يا خي، فلوا اتركوا لنا هالبلد، والا حنأثر قد ما فينا نأثر. احنا عم نلعب على نقاط ضعفهم، هذا اللي عم بقوله، عم نلعب على نقاط قوتهم. فكتير مهمة انه نحن نلعب على نقاط ضعفهم المال. فبنوقف حتى المغتربين وكل اللبنانيين برا ما يشتغلوا مع شركاتهم، نفع الشركات التانية، خي اللبنانيين الأحرار، اللبنانيين اللي هن بيحبوا بلدهم، اللي عم بيشتغلوا والمال كله موجود هون وعم بيصرفوه على اللبنانيين، ما عم بيسرقوه، عم بيدفعوا ضرائب مظبوط. تاني شيء، هيدي بقصة المال، لازم نشكل مشان الشرعية والشعبية، لازم نشكل ناس بديلة. شو البديل؟ يوم مين البديل عن كل هالطبقة الفاسدة؟ مين البديل؟ أنا ما شايف بديل. أنا ما شايف ولا عنا ليدر، ترو ليدر للأسف، ما شايف حدا قادة أو قائد عنده بديل، عنده برنامج، عنده كاريزما، اشتغل للشعب، عايش بين الشعب، مش من برا عم بنظر، عم نحكي اللي بده يدير البلد. انتبهوا، انا ما عندي شيء ضد الاشخاص اللي سافروا وشافوا حياتهم لانه صعبه، وممكن تكون كنت انا واحد منهم، بس انا عم بحكي اليوم بده يجي واحد يدير البلد، بده يكون عايش بالبلد وفهمان البلد وحاسس بقرف البلد وبيعرف كل الزواريب الموجوده بالبلد بديرة. اذا واحد حابب يفوت بالسياسه بالبلد بيتفضل يقعد بلبنان كم سنه، يعيش الذل اللي احنا عم نعيشه ويستلم ساعات البلد. انا مع هيدي البارت، فخلينا نكون واقعيين، بدنا نشكل بديل، بدنا اشخاص يا خيي، انا الاشخاص اللي هي حابه تكون بديله بالانتخابات خليها ترى عن حالها. خيي مين حابب يكون اليوم بديل عن الفاسدين، عن الاشخاص اللي احنا كلنا عم ننتقدهم؟ ما عم شوف بديل، وما فينا نكفي هيك، ما في امل اذا ما كان في بديل. ما تشتري منهم، انا عم بقول وعم بقول وسام، وعدم تعامل مع شركاتهم اكيد، بس ما فيك توقف سداد الكهرباء والمي لانه بتقلب على الشعب، ابدا ابدا. بدك تعمل ضغط عليهم، ممكن يكون فكره، يعني انا بحترم كمان رايك وسام، ممكن يكون، بس بدنا نعمل ضغط مالي ونطلع من التبعيه الماليه معهم. يعني ما بدنا نعوزهم بالمال، ما بدنا حدا يعوز، ما بدنا لبنان يعوزهم، بدنا نساعد بعض نحن اللبنانيه
اللي هن نحن بعاد عنهم، ونطلعهم للعالم التابعه لهم مشان هالمال اللي عم يندفع لهم او هالوظيفه اللي كانت معملين اياها، نخليهم يصيروا اندبندنت عنهم مفصولين، ساعتها بيتحرروا منهم. في كثير ناس اليوم بعضها معهم لانهم متصلين. فبدنا نشكل بديل، واذا ما في بديل ما في امل. برجع اقول انا عم بقول ما في امل يا جماعه، اذا هول القصص ما اشتغلنا عليهم ما في امل بلبنان. رايحين للمهوار، رايحين من محور لمحور، رايحين من فاسد لفاسد، رايحين من حرامي لحرامي، ما حيتغير شيء اذا ما كان في بديل. صاحب برنامج عم بيشتغل هذا البلد بده يتشكل بديل كفوق وعنده كل الدراسه والخبره وشاغل للبلد وبحب البلد والعالم بتحبه وعنده تمثيل شعبي. فاللي حابب يا جماعه يفوت بالسياسه يبلش ينزل على الارض، يتفضل يشتغل، يفرجينا شغله، فرجينا برنامجه، يبلش يطرح حاله يا اخي بديل. ما فينا نقول نحن انه هول مش منيح، هول مش منيح، مش منيح. طب ومين يا اخي اليوم شلنا كل هذا الطاقم، مين بيجيب بديل؟ كيف ننتخبهم؟ بعضهم هن اقوى منا، لانه في هن عندهم على القليله ناس بتقدر تلحق، بس ما شايف بديل انا اليوم عنده شعبيه. خيعتونا، بلشوا لازم ننتج قاضي. ما في ليدرز بلبنان، ما في ليدرز، او اقلهم ما مبينين، منهم طالعين على الواجهه. بدنا ناس ليدرز، بدنا نشكل بديل وكفوق وعندهم كل ال صاحي بديل. والله ساحلي محمد انت احلى بديل، يلا رجعوا، عند عملت خبره بفرنسا، فرجعوا هون اول شيء وبعدين بتصير بديل مميز. بدنا اذاعه تي في خي تشانل للثوره، بس خي شو هي الاهداف تاعيتها ومين البديل، وبلشوا يحكوا شو البلان شو البرنامج، خلي العالم تعرف. ما ضروري يكون تي في موجود على التلفزيون، في على اليوتيوب، في يكون على فيسبوك، في تعمل يوم تشانل وين ما كان، فيك على نتفليكس، ما بعرف بنحكي بنبقى بنحكي معه. بس يا جماعه لازم يكون في محل عم نجي نفهم نحن شو البديل، شو البرنامج، مين هن الاشخاص. بدنا نعرف، بدنا امل، بدنا امل بهذا البلد. بلان زحمه، بدنا زحمه اللي كنا نعملها بس على شيء بوزيتيف 100%. فلازم يتشكل بديل مميز ولازم يكون كفو. واخر شيء وهي اكثر شغله بعتقد يا جماعه بتضرهم 100%، مثل ما عم تقول لازم يتوفر البديل. صحيح، ثانكس وسام على capable team وليدرز، ليدرز عندهم كاريزما وعندهم فكر وعندهم طاقه وعندهم وحابين يعملوا كل شيء. اي والله ساحلي مشتاقين لك، مشتاقين للزحمه. وهي اخر نقطه بالنقطه الضعف، اتحادنا والشغل لايد وحده نحن والمغتربين، من دون ما نتطلع بالطوائف تاعتنا، نشتغل ايد وحده لنعمل بديل، لنزلهم ونضغط عليهم ونخليهم هن اندايركت يفلوا من هالبلد. ما فينا نواجههم بسلاحهم، بلشت على حديث هيك، ما فينا نواجههم بالزعرنه وبالسرقه بحرق دواليب، هي لغتهم، هيدي قوتهم، صار لنا 40 سنه هن هيك. ما بنقدر ننجح، ما بنقدر نربح اذا نزلنا على الارض وحرقنا دواليب للاسف. سوري، خلينا نطلع نقعد ببيوتنا ونشتغل بالباك سايد، نعمل بلانينج ونحط خطط، نعمل تي في ونوصل. كيف انا هلا اذا حبيتوا الفكره اللي انا عم بقولها بعتوها، خلينا ننشرها ونبلش نتفق على مجموعات. قلت انا في لازم يكون في مجموعه حقوقيين وجماعه قانون يبلشوا يرفعوا دعاوى على الفاسدين وعلى الدوله بشخصهم المعنوي، هن مش الدوله اللبنانيه، احنا معنا الدوله بتضل قويه مع هن الدول سلطه، نرفع عليهم دعاوى بالمحاكم الدولية خي، حتى لو حتكون بس نفسيا، حتى لو حتكون بس تنهز اعلاميا وما حتوصلنا نتيجة انه ينحبسوا، بس ضغط، نوقف مسار الشركات، نوقف تعامل معهم، نقاطعهم، ما عادش نحكي معهم، ما نحكي لغتهم. مش انه اذا شفناهم مطعم نزعبهم، هيدي لغتهم، هيدي ما بتأثر فيهم، هيدي ما بتأثر فيهم. فهي ال هذا انا I lost connection على سوري على الفيسبوك، بس انا still on YouTube. فما نحكي لغتهم، ما انه اذا شفناهم نزعبهم، ما بنستفيد، ما بنستفيد. لازم نحاربهم بنقاط ضعفهم بالقانون،
بالاجتماع تبعنا، بالتجمع كلنا، بالنظام، ببرنامج، بنحط بديل، خلي اشخاص تكون كفؤين تنزل بوجهم، بيتدمروا لحاله لحاله، بتصير هن بيخسروا. يعني اليوم بولا، مع احترامي للكل، بولا بارت من بديل، بعد ما اثبتت انه بديل كامل، انا هذا رايي الشخصي، ما بعد ما عندها برنامج، ما عم تشتغل على بلان، في تشبيه، هاي زحمه على قولة ساحلي. كارلوس غصن يا خيي، لو ما بدنا نحن فاسد من، يعني ما بعرف، يمكن بس تخلص قضيته ممكن تكون، بس بدنا بديل، بدنا بديل ما بيكون عم بشبق يمين شوي ويزت بس حكي ويراشي ويهاجمهم، بس ليهاجمهم بدنا بديل يكون عنده برنامج، يكون كفؤ، سلطة، كاريزما، ليدر، عنده مانجمنت سكيلز، بحب هذا البلد، مستعد يعمل كل شيء لهذا البلد. فأنا برأيي الشخصي هذا الأمل الوحيد تبعنا، نشتغل على نقاط ضعفهم مش على نقاط قوتهم. الثورة تاعتنا إذا كفت بالشارع حتكفي على حرب أهلية، وكلنا ما فينا نتحمل حرب أهلية. أكبر نسبة هجرة وسفر حتكون هالمرة إذا هيدي الثورة فشلت. في أمل وحيد، نشتغل على هالخمس نقاط، بتأمل ترجعوا تسمعون، وبتأمل إذا حبيتون هالخمس نقاط واقتنعتوا فيهم، شير ذيس فيديو بليز. أنا حيكون موجود على اليوتيوب شانل تبعي، حيكون موجود على الفيسبوك، وأنا مستعد أشتغل على كل هول النقاط مع كل الأشخاص اللي هن حابين يشتغلوا لهذا البلد. شكرا أنو تابعتوني، ثانك يو فور واتشينج، كونوا من الأشخاص اللي بتسمعوا رأيي. وأنا شخص لبناني، الأرزي شخص قطعة مني، وما في حبيبي محمد، وبعرف كثير لبنانيه برات لبنان وبحسوا نفس الشيء وبحبوا لبنان مثل ما نحن بنحبه. فعلى امل نعمل لهم، حبيبي قلب، على امل نعمل لهم لبنان يكونوا فخورين فيه ويرجعوا، يحترم الانسان شو ما كان طائفته، ويعطيهم بلد يكون خارجهم يعيشوا فيه. ثانك يو فور واتشينج حبيبي محمد، ثانك يو على فور واتشينج فروم اليوتيوب شانل، ثانك يو للكل وسام وكل الاشخاص اللي تابعونا، وإن شاء الله next Friday next video عن لبنان، كل شيء خاصه بلبنان، أنا كل Friday الساعة 5 I will be talking.